الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وقولنا بالحق 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 وانت خير الفاتحين. هيا السابع القران الكريم بفضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الحميد القارئ الاري في مدينة البديل. هيا السابع نتلاه التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يقولون
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بسم يقولون ربنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين. امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا فرعون وعمله.
ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي صنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وإذا النجوم كدرت إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهود حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مرتفعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا خط الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة العليا المباركة يتلوها علينا وعلى ما سام حضر قاري جمهورية مصر العربية والقارئ المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الحميد عيسى القاري والمقيم بمدينة المغور كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والانوار الكهربائية إدارة الحاج خير طعيمة وأولاد أيها السادة المعزين شكر الله سعيد.